بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة إن شاء الله هتكلم في موضوع مهم جدا، لأن الناس بتخلط فيه الشخص النرجسي والشخص اللي هو عنده ثقة بنفسه. ففي ناس كتير جدا بتقول يعني أي واحد بيبقى شايفاه إن هو عنده ثقة بنفسه زايد، فبتقول ده عليه ده نرجسي أو ده مغرور. فالحقيقة غير كده خالص. فأنا هعرفك دلوقتي مين هو النرجسي، وإزاي تفرق بين النرجسي الشخصية النرجسية والثقة بالنفس. الشخص النرجسي عنده اضطرابات في الشخصية، يعني أفعاله كلها لا إرادية، لا يشعر بالأمان أبدا. يعني بيتربى في وسط أسرة كانت بتقلل منه، أو كان ما كانش غير سعيد بالمرة في طفولته، أو كان في طفولة غير عادية، يعني كان في تشدد من الأهل، فبيتربى على هذه الشخصية. طبعا لا يعرف معنى السعادة أبدا. دائما في توتر وفي قلق عنده باستمرار في حياته. دائما التفاخر بنفسه وحسبه، ودائما يكذب على الآخرين. دايما يعني يحب ان هو يقول ان هو احسن ناس، ان هو احسن راي، ان هو افضل راي عنده. طبعا يعني بيخلي راي الاخرين ملهمش اي قيمه عنده بالمره. ده بيحس ان هو عنده تفاخر وعنده اناقه. بيتجاهل الحوار دايما مع اي حد، بيحول الحوار ليه ببراعه جامده جدا. بيحاول تشويش أي صورة لأي حد إنسان بيحبه. بيهدد دايما بالرحيل، إنه ممكن هيمشي ويسيب البيت، أو يمشي أو يعمل أي أفعال من الأفعال دي. مصلحته الذاتية هي أهم حاجة. بيحب دايما يظهر قدام الناس بمظهر لائق جدا وأنيق في المظهر، غير طبيعي. بيبقى يعني وكمان بيحس إن هو ذكي جدا، يعني عنده أشياء بارعة، بارع جدا في الحوار، وبيحول أي حوار لنفسه. طبعا عنده كمان بيبقى عنده غيرة وحسد، ويعني دوت كمان بتقلب معاه بحاجات بسوء الفهم أحيانا. يعني ممكن يفهم الأشخاص، أي حد بيتكلم معاه يفهمه خطأ. كل هذه الأشياء يعني تلاقيها في الشخصية النرجسية. طبعا عايزة أقول لكم يعني الشخصية النرجسية ديت يعني يمكن كمان راجعة لي، بيقولوا إن هي كان في من الأصل كان في أسطورة يوناني، إنه كان مغرور جدا وكان معجب بنفسه وشايف نفسه على سطح مية النهر. ده يقال يعني، والله أعلم. فمن شدة حبه لنفسه وقع في النهر بسبب إعجابه، إن كان بيشوف نفسه في المراية بتاعة المية. فدي كلها يعني افتراضات كلها بنقولها، وكل دي اضطرابات في الشخصية نفسها، بتبقى لجأة من الصغر من يعني التربية، سوء تربية في الأصل أو عدم الاستعانة بيه. فبيحاول يعوض كل هذه الصورة لما بيكبر، يحاول بقى يعوض أي حاجة افتقدها وهو صغير. فطبعا دي بيبقى اضطراب في الشخصية نفسها. بس أنا عايزة أقول لكم اللي في فرق فعلا بين الشخصية النرجسية والثقة بالنفس. لما الواحد يكون عنده ثقة بالنفس عالية لدرجة الغرور، ده في فرق بين الثقة والغرور نفسه. الغرور المغرور أو النرجسي بيبالغ في الإنجازات لنفسه ولا يشوف قيمة الآخرين. أما الثقة في النفس إننا نعرف قيمة إنجازاتنا، وبنفس الوقت بنعرف قيمة الآخرين. فالشخص النرجسي ده بيعترف فقط بإنجازاته، لكن طبعا عايزه اقول لكم كمان يمكن اللي جسد الشخصيه دي قام بيها ببراعه ممثل البارع احمد زكي. يعني جسد هذه الشخصيه جدا في حكايه، مش عارف، فيلم تقريبا اسمه زوجة رجل مهم. كان قايم بدور الشخصيه النرجسيه دي، كان شايف نفسه هو افضل واحد وافضل راي ليه وبتاعه، واهلكته يعني الحكايه دي اهلكته في الاخر. فهو جسد الشخصيه ببراعه. يعني طبعا احنا مش عايزه يعني الواحد يخوض في حوارات، بس انا عايزه اقول لكم الفرق بين اللي هو النرجسي والمغرور الثقه بالنفس. الثقه بالنفس طبعا بيقدر قيمه الاخرين وبيعترف بارائهم وبياخد اراء الاخرين، بس عنده ثقه في نفسه ان هو على حق، فبس بيستمع للاخرين. اما النرجسي عكس كده تماما. يعني النرجسي بيبقى مش عايز يسمع اي حد غير هو، انا 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 بس، انا وبس. فهو ده الفرق بينه وبين الثقة بالنفس.
أشكركم، ودي كانت لمحة سريعة جدا يعني عن الشخصية النرجسية والثقة بالنفس، عشان الناس دايما بتخلط بأن الإنسان يعني عنده ثقة بنفسه يعني مغرور. لا، هو مش كده خالص تماما، لكن هو الشخص اللي فعلا عنده ثقة بنفسه ده بيقدر برضو قيمة الآخرين وبيسمع ليهم الآراء وبيتحاور معاهم بكل حب. لكن الشخصية النرجسية دي بعيدة تماما عن أي حوار، يعني بيحول الحوار ليه لمصلحته، وبيبقى إنسان أناني جدا اللي هو الشخصية النرجسية اللي هو المغرور يعني. فدوت غير ده خالص تماما. شكرا ليكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم نجلاء زايد.